يلعب كرة من الطرف الايمن وليد في منطقة الجزاء بعيدة شوية على صلاح الدين السعيدي مازال الكرة متابعة ابتسامة المدرب تاسي جوزيف نويل. هدف رائع للوداد، هدف جميل جدا للوداد في بادر البدور كدارين، هدف لصفر في الدقيقة 30 من المباراة. النجاعة تأتي من قدم طير ليس للوداد بدر كدارين، يضع الوداد في القمة في هذه المباراة، تصبح النتيجة هدف لصفر. يا سادة يا كرام، في المراكبة الرياضي محمد الخامس لعب وليد في منطقة الجزاء، ما كانش هدف صاغية، رجع فوزي لبدر كدارين.